الكبده بقى، وما ادراك ما الكبده وللقلق والكلام اللي حوالين الكبده. عينيا نعرف ازاي الكبده البلدي ماشي، وفي غش طبعا كبير قوي قوي، لان العجل كله بيطلع حوالي 5 كيلو كبده. هو بيطلع معدل 8 كيلو كبده تقريبا في القلب والكلام. ازاي نعرف ان دي كبده بلدي؟ الكبده البلدي يعني زي ما انت شايفه لونها كده، الكبده الثانيه بتبقى مسوده، تحل تشم الهواء تسود. دي مهما قعدت في الهواء لا لونها يد الحمار. تعالي اتفضلي جنبي، لونها يد الحمار. ما شاء الله تمام. ده شكل الكبده البلدي. اه ده الحلويات، اهم حاجه الحلويات دي. طول ما الحلويات دي اللي هي بتتشوح مع الكبده، ايوه، لو الكبده ما فيهاش حلويات هنا ما تبقاش بقى. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.